تسعى مراكز تأشيرات قطر إلى تطوير خدماتها وجعلها مرنة قدر الإمكان. من خلال هذه الخدمة يمكنك تفويض مكتب للاستقدام بخطوات بسيطة. افتح تطبيق مطراش، اختر أيقونة تفويض معاملات الاستقدام، أدخل رقم الطلب أو اضغط على التالي للحصول على أرقام الطلبات المعتمدة. اقرأ الشروط والأحكام ثم وافق عليها. اختر رقم الطلب المراد تفويضه، ثم اختر المنشأة المراد تفويضها من قائمة المنشآت المعتمدة، وتأكيد عدد المعاملات المراد تفويضها، وأخيراً تأكيد التفويض. لإلغاء التفويض من نفس الأيقونة اختر إلغاء التفويض وأدخل رقم الطلب أو التالي للحصول على الطلبات المفوضة. يرجى اختيار الطلب المفوض المراد إلغاؤه من القائمة والتأكيد على العدد من خلال الضغط على علامة إلغاء التفويض، وأخيراً استمرار للتأكيد. استقبال الطلبات عن طريق مطراش 2. بعد تسجيل الدخول يجب إدخال رقم الموافقة، أي طلب الموافقة الذي تم تفويض مكتب الاستقدام عليه من قبل المستخدم، وذلك لاستنفاذ التفويض. وأكمل إجراءات سمات الدخول الاعتيادية. مركز تأشيرات قطر، ضمان لك وتسهيل لإجراءات عملك.